كان بسبب الأوضاع وبسبب الحرب وبسبب حاجات كثيرة انقطاع التيار الكهربائي كان يشكل لنا مشكلة كبيرة جدا جدا في تقديم خدمات للولادات وتقديم خدمات للأطفال في الحضانة، لأن المركز كان يتوقف كليا أثناء عدم توفر التيار الكهربائي. أساس الحياة الضوء، فإذا ما الضوء كنا واحد أعمام الحمد لله من هذا الموضوع هذا فتحت لنا الطريق نشوف ما لنا ما علينا تصل بيتك بالضوء تولع ضوء تشوف أمامك تشوف تقرأ تشوف أي كلام أي حاجة تأمر الحمام وأنت في أزرة. في ظل كمان أزمة الديزل التي كانت تزيد الطين بلة، وهذا المشروع أتى في الوقت المناسب لأنه خدمنا إحنا بشكل رائع جدا، لأنه مشروع ضخم ضخم وعمل لنا حل يعني قدري لهذه المشكلة. طبعا في أزمة الكهرباء كان الكل يعاني منه، يعني البلد كلها كانت تعاني منه.